السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين يا جماعة وحشين جدا أهلا بكم عشاء الكورة في كل مكان النهاردة عندنا خبر مهم جدا هو التقاء كابتن محمود الخطيب مع كابتن عمرو جنيني آه هينتهي في 6 آه ديسمبر يعني آه القيد الأول هينتهي طبعًا في 30 نوفمبر إن شاء الله، والقيد الثاني هينتهي 6 ديسمبر، هو كان المفروض إن كل فريق يقدم القيد بتاعه أو القايمة بتاعته في 11 نوفمبر، ولكن القيد استمر إلى 6 ديسمبر، والقيد الأول هيبقى إن شاء الله 30 نوفمبر، والقيد الثاني إن شاء الله آخره 6 ديسمبر. القيد الأول المفروض يبقى في القايمة المفروض يبقى في قايمة القيد الأول 22 لاعب. وقيمه القيد الثاني ان شاء الله هتبقى فيها 8 لعيبه تمام الذي لم يستقر الاهلي عليهم بعد تمام لكن ال 22 لاعب في رايي اللي استقر عليهم النادي الاهلي والكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق وعلي لطفي ومحمد هاني وبدر بنون ورامي ربيعه وايمن اشرف وعلي معلول وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهام وعمرو السلية وحمد فتحي واليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا وجونيور اجايي ووليد سليمان ومجدي أفشا ومروان محسن ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق هيبقى فاضل ثمانية، الثمانية ده في القيد الثاني الذي لم يستقر عليهم النادي الاهلي الى وقتنا هذا. بس جيرالدو ماشي يعني جيراردو هيمشي خلاص جيراردو ماشي وجي بادرو مكانه بادري مانون تمام واليو باتشي مش مقتنع بيه المدرب بيتسو موسيماني طبعا هنطير لنادي الزمالك حيث الكابتن فرجاني ساسي جاي يعاد من نادي بيراميدز قيمة العادي ده 42 مليون جنيه يعني 2.5 او 2.6 مليون دولار طبعا النادي الفرجاني فرجاني كان بياخد مع نادي الزمالك 2 مليون دولار مليون اول مقدما ومليون ثاني على بيتقسم على ايه على مدار السنه فهل ينتقل فرجاني ساسي من النادي الزمالك الى نادي بيراميدز سوف نعرف هذا في الايام القليله المقبله ولكن فرجاني ساسي فرجاني ساسي بيفضل ان هو يستمر مع نادي الزمالك لموسم اخر احنا هنعرف نتيجه الكلام ده في المو... هنعرف نتيجه الكلام ده في الايام القليله المقبله ولكن ده بيدل ان نادي بيراميدز يعني ساب النادي الاهلي شويه وراح للعيبه نادي الزمالك بس الحقيقه ان نادي بيراميدز عايز ينافس بقوه وبشراسه للموسم المقبل عشان كده هو بيدعم صفوفه وده حق مشروع له فهل ينتقل فرجاني ساسي لنادي بيراميدز؟ أم يستقر في نادي الزمالك سوف نعرف هذا خلال الأيام القليلة المقبلة. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ما فاتك شيء جديد. وسيب لي كومنت قول فيه تعليقك على الحلقة وهل هي كويسة ولا لا؟ وإيه الملاحظات اللي أنت شايفها في الفيديو عشان نطور من نفسنا إن شاء الله. كمان سيبوا لي تعليقات هنعمل في توقع لنتيجة مباراة نادي الأهلي ونادي الزمالك إن شاء الله في نهائي دورة أبطال إفريقيا. أه وهنقول التعليقات دي ان شاء الله في أه واللي حابب أه يعمل مداخله أه تليفونيه يسيب رقم تليفونه برده في الكومنتات وان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله هنعمل المداخلات التليفونيه باذن الله وان شاء الله كمان هنقول على تعليقاتكم أه دمتم في امان الله وحفظه أه واشوفكم الحلقه الجايه باذن الله.